اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الصلوات لرسول الله صلى الله عليه وآله ولآله الطاهرين في هذه المناسبة السعيدة. صلوا على محمد وآل محمد. أتقدم إليه إلى رسول الله وإلى آله جميعا بأعظم التبريكات بمناسبة ميلاد ولده الرضا عليه السلام، وأخص بالتبريك سيدي ومولاي الإمام الكاظم بمناسبة ميلاد وارثه ووصيه وولده الرضا عليه السلام، كما أخص أيضا سيدي ومولاي أبا جعفر الجواد بميلاد والده في هذه الذكرى العطرة، وأتقدم إلى الحجة ابن الحسن في هذا اليوم يوم الجمعة إمام زماننا وأملنا المنتظر، أتقدم إليه بالتبريكات وأسأله أن يشفع لنا عند الله بالتوفيق والقبول، وأن يكون هذا الجهد مذخورا، كما أتقدم إليكم جميعا أخص الأخوات الكريمات الفاضلات ممن كان لهم دور التأسيس لهذا المشروع، الكاظمان عصمة وعاصمة، وقبل كل ذلك التبريك لسماحة الأخ الأستاذ صاحب الفضل الكبير على المؤمنين والمؤمنات في هذه المناطق العاصمة في دينهم، في ثباتهم، في ارتباطهم بمرجعيتنا الشرعية العليا، وفي جهوده التأسيس في الحقيقة يندرج تحت الرواية المشهورة: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. المؤسسون لهذا المهرجان هم في الحقيقة يسنون سنة حسنة، فيكون لهم أجرها وأجر من يعمل بها إن شاء الله. هنيئا لكم سماحة الشيخ. بلا مقدمات، نحن لدينا هوية، هويتنا عريقة، لا أقول عراقة البلدان ولا الأوطان، مع كل الاحترام الكبير للبلدان والأوطان، خصوصا التي تحتضن سادة الخلق، بل هي عريقة، عراقة الانتماء إلى الله وإلى رسوله وإلى أوليائنا. والهوية كما هي رؤية فكرية بالأساس وقيم أخلاقية تتفرع عنها وأحكام شرعية تعرف حدودها ورموز وشعائر ومشاعر وتضامن وتكافل وتكامل ومصير مشترك بين المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والتي أسس لها القرآن الكريم وتبلورت، أسس لها رسول الله بالقرآن الكريم الذي أنزله الله عليه وبسيرته وسنته، سنة النبي هي الأساس، ثم تبلورت على يد أهل البيت صلوات الله عليهم. هنا لابد أن نعرف
قيمة ما أورثنا أهل البيت. القيم والرؤى وحتى الشعائر والرموز هي بطبيعتها إلها جوهر خالص، وفي بعض الأحيان من تدخل في واقعنا تتعرض إلى تحديات هذا الواقع. خصوصية التشيع وهو يؤمن بالعصمة ليست عند رسول الله فحسب، وإنما هي تمتد إلى الأجيال المتعاقبة التي كانت بظهور الأئمة صلوات الله عليهم، أن عملية تغيرات الواقع بقيت معها إشراف الأئمة ورعايتهم للمؤمنين ومواجهتهم للتحديات لتنقية تلك الهوية والمحافظة عليها رغم الصعوبات، رغم التحديات، رغم الظنون والضلالات، رغم الإيحاءات والمحاولات التي يمكن أن تحصل بكل الاتجاهات للتغيير. أنتم تشوفون اليوم في بعض الأحيان يصير قانون بالبلد يشرع قبل 10 سنين 20 سنة، من يصير تطبيق الثاني والثالث والرابع يبدأ التحريف له. هذا الشيء طبيعي، ليش؟ لأن هي دواعي التحريف أهواء الإنسان وميوله واختراقات الفكرية التي تفد عليه من الخارج، هي بشكل طبيعي تدفع باتجاه الخروج عن هذا. أهل البيت صلوات الله عليهم من أهم مغانم استمرارهم أحياء ظاهرين بعد رسول الله يعيشون المعاناة المختلفة. ربما ورد عندنا عن أمير المؤمنين، أضرب مثال للقضية، في أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو أبو الأئمة وإمام الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إذا أريد ندرس قضية الإمامة هي نفسها، والإمام جعل الله له الولاية في يوم الغدير وذكرها النبي صلى الله عليه وآله بنصوص مختلفة. تبلورت الإمام، من يؤمن بالإمامة؟ أهل البيت، ويؤمن بالإمامة شيعتهم، هذا بعد شيء طبيعي من أهم مميزات الموضوع. إحنا وصلنا إلى عصر الإمام الباقر، بدأت عندنا كلمات عن الإمامة مختلفة، حتى قد قال القائل، هذا موجود في نصوصنا، ليس الإمام منا من جلس في بيته وأرخى ستره وثبط عن الجهاد، ولكن الإمام منا من منع حوزته وجاهد في سبيل الله حق جهاده ودفع عن رعيته وذب عن حريمه. يعني شنو؟ يعني مو الباقر إمام ولا الصادق إمام ولا الحسن إمام. يعني تدرون نتيجة هذا الكلام، ليش؟ تمسكا ببعض المفاهيم القرآنية وتطبيقها بشكل خاطئ. احنا عندما نقول امير المؤمنين اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده، جهاد علي عندما صبر ليس باقل من جهاد علي عندما نهض وامتشق ذا الفقار وصاح اهل الارض منه استغاثة، وصاح جبرائيل بين السماء والارض لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار. سيف علي عندما كان ينزل بالميدان ماذا يفعل تعرفون؟ لكن صبر علي على ظلم فاطمة ربما هو أعظم عند الله من ضربته لعمر بن عبد ود التي كانت تعدل عبادة الثقلين. وما أعرف الموازين، أقول ربما. زين، إذن الإمامة هي مو دائما يعني لازم يصير جهاد. لو ما صاير أمير المؤمنين بهذه المواقف، لو ما الأئمة صلوات الله عليهم بهذه المواقف، تدريجيا يذوب مفهوم الإمامة يصير شيء آخر. أمير المؤمنين سنأخذ نموذج، احنا عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن أمير المؤمنين يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل هو صلى الله عليه وآله على تنزيله. أصل التأسيس قاتل عليه رسول الله حتى ثبته، لكن تأويل يعني تشخيصه، معرفة ما يؤول إليه، معرفة مصادقه،
يعني الوعي بالواقع وفهمه بالمنظار الديني، هذا خطير. دائما الهوية في معرض الاهتزاز في هذه المساحة. شوفوا عليا عليه السلام يوم صفين، هو كان يقاتل، رفعت المصاحف، بس مصحف مرفوع على رمح، شوف ايش سوى من ارباك. ارتفعت المصاحف، هجموا على امير المؤمنين. مالك الاشتري يقول بيني وبين النصر مجرد مثلا خطوات. زين، ضغطوا على امير المؤمنين، خشي ان يتفرق جيشه واصحابه، اتخذ قرار استثنائي بماذا؟ بالقبول بالهدنه، ولو ما كان يرى الهدنه. زين، بعد ذلك قبلوا بالهدنه، لازم يختار احد مفاوض سياسي عنه، تدخلوا ضغطوا على امير المؤمنين حتى يختار ابا موسى الاشعري، هو كان عنده خيار اخر. ضغطوا عليه، اعطاهم ما يريدون بعد ان اقام عليهم الحجه. هو امير المؤمنين مو ضعيف بحيث يخضع لضغط، لكن اقام عليهم الحجه. هذه هي تجارب، احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صار أبو موسى الأشعري هو الطرف المفاوض عن العراقيين، هزموا. لا أعرف هزيمة في تاريخ المفاوضات السياسية كهزيمة العراقيين بأبي موسى الأشعري عندما خالفوا إمامهم وألحوا على أن يكون هو طرف المفاوضات. لاحظتوا هذه التجربة شقد خطيرة؟ صارت النتيجة، صارت النتيجة أنه الجماعة صابتهم صدمة كبيرة. صدمة وين راحت؟ فجأة صار ترفع آيات في مقابل أمير المؤمنين عليه السلام، يقولون لا حكم إلا لله، هو هم قال هاي كلمة حق يراد بها باطل. فإذا يا علي أنت هم أخطأت، مو بس إحنا أخطأنا. إذا وين صرنا؟ صاروا يقاتلون أمير المؤمنين، كانوا هو كان يريدهم يقاتلون الأعداء معه، هم هم كانوا بهذا الصف، هم بصف علي، هذا علي مع الحق والحق مع علي، هذا المنهاج النبوي الذي رسمه لأمته من بعده. عندما التووا عليه شوفوا وين صارت النتائج، صارت النتائج أنهم هم صاروا بوجه أمير المؤمنين، صارت فتنة الخوارج. وورثة الخوارج هم الدواعش في عصرنا، نفس المنهج، نفس الطريقة، نفس الأسلوب، نفس الجمود على النصوص. شلون هذا يصير؟ هو لأنه ما عندهم موازين تحدد لهم الواقع. وأنا أقلب النظر في النصوص الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام، لا أريد أن أطيل عليكم في المقدمة، النصوص الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام، أجد أن من أهم ملامح الخطاب الديني الرضوي، وكلمة الخطاب أرجو أن ما تتعاملون معها كمفردة خطابية، بها دقة. شلون؟ الخطاب هو مو فقط نفس المفاهيم والقيم الخالص، الخطاب ملحوظ فيه خصوصية المخاطب. يعني عندما الإمام عليه السلام مثلا يوجه خطاب إلى الرجال بتحذير من التأثر بالمرأة، التأثر العاطفي، لأن الرجل هو عنده عاطفة قوية باتجاه المرأة، هذا نسميه خطاب، هذا مو نسميه تقييم للمرأة، هذا نسميه تحذير للرجل من التأثر المفرط. وكذلك عندما يكون هناك خطاب للمرأة باتجاه معين، وخطاب للمؤمنين اللي هم يعانون من مشكلة معينة وإلى آخره. من نقول خطاب ايش نقصد؟ نقصد نفس المفاهيم والقيم الأساسية، لكن الملحوظ بها خصائص المخاطب. المخاطب إذا عنده معاناة، عنده مشكلة، شو يصير؟ يوجه إلى الكلام. سأنتوا أخذوا نموذج حي، أخذوا نموذج حي، أقروا الرسالة العملية لمرجعنا السيد السيستاني دام ظله مثلا.
فصار العملية بها أحكام شرعية، إذا حصل كذا، إذا هذا من فعل كذا، من أفطر متعمدين، هذا حكمه صحيح لو تبين قواعد مثل القانون، مثل المواد القانونية. اقروا خطاب المرجعية، شايفين الكتاب المعروف اللي بيه وصايا المرجعية وخطب المرجعية، من تقرون خطاب المرجعية ايش تشعرون؟ تشعرون أنه هو يريد يقدم من هذه القيم الدينية إلى الواقع ما يحتاج الواقع، وفي بعض الأحيان بلغة غير مباشرة. هذا نسميه خطاب. الخطاب شنو أهميته؟ أهميته أنه يحفظ لقيم الوعي لفهم الواقع بالمقاييس الدينية، وأنا مو مجرد أفهم الواقع وأنا أعرض عن الدين ما راح أحقق شيء. هذا الأمر إذا ما حصل عندنا، هذا هو الجزء الأخير من المحافظة على الهوية، هذا إذا ما حصل عندنا تتعرض هويتنا في كثير من الأحيان إلى أخطار. أنتوا شوفوا الآن أكثر الانحرافات في واقعنا، واحد يعرف قيمة مذكرنا المرجعية، واحد يعرف قيمة المرجعية وأهميته يتبناه، فجأة هو يتبع متمرجع مو مرجع، هو يحكي بمفهوم المرجع بس ما عرف شلون يشخص. مثلا واحد يحكي بالقيم الأخلاقية فجأة انزلق باتجاه التصوف، قول هذه أخلاق وصير عندي حالة روحية مع الله وكذا. زين مو انت يا أخلاق تريدها؟ الأخلاق التي نزلت في القرآن لو الأخلاق اللي حصلت كانكشاف يسموه عرفان عند شخص مو مأمون أنه ربما يشتبه، مو معصوم، وإحنا مأمورون بأن نلتزم بالمعصوم. لكن يقول لا والله هذا جميل الكلام مؤثر، شنو صار عنده؟ صار عنده خلل وهكذا. هذا ذن الأسباب الكثيرة التي تحصل. يقولون الغناء حرام، الغناء حرام، هو متعود على أغاني مدمن يريد يترك الأغاني، فجأة يقوم يسمع أغاني لكن شنو دينية. زين ايش سوينا؟ صار خلل. يقولوا لها الحجاب واجب، هنالك تحايل ماكر على الحجاب، وأكثر من يعرفه هي المرأة نفسها مو أنا. هذا شنو معناه؟ معناه الهوى يختلط ويا من ويا القيم اللي الإنسان متبنيها في مقام التشخيص والتطبيق، يصير عنده خلل. يجي واحد للإمام الرضا، هذه واحدة من الأمثلة اللي ما كاتبها، يجي واحد للإمام الرضا يسأل عن الغناء، يقول للإمام إذا ميز الحق من الباطل وين يكون الغناء؟ تأمل، يقول الغناء مع الباطل. قال خوزين صارت واضحة الخبر. أخذ هذا الكلام راح نقل عن الإمام ماذا؟ أنه الإمام ما حرم الغناء ونسب إليه، وعندنا رواية أخرى يقول كذب الفاسق أو كذب الخبيث. أنا ما قلت له هكذا، أنا قلت له إذا ميز الله الحق من الباطل، أريده هو حتى يتعلم أن يشخص. هو ما أخذ الكلمة، ما جاء الجواب بشكل مباشر، عند ميول حرفه وإلى آخره. إذن هذه أزمة أساسية نحتاج أن نركز عليها. نأخذ اليوم في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة الإمام الرضا عليه السلام، نأخذ بعض خطاب الإمام الرضا كنموذج ندرسه كي نتعلم كيف نحفظ أطرنا الثقافية، تشخيصنا للواقع، بصيرتنا به، وعينا به، اللي هو بالنتيجة في عصرنا إذا اشتبهت علينا الأمور وغمض علينا شيء، كما ورد عن سيدي ومولاي الحجة ابن الحسن عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة. لا يخفى عليكم الواقعة جديدة، هي هنا نصير الخلل، هنا يصير الالتباس. شنو المرجعية بها؟ المن فارجعوا بها إلى رواة حديثنا، مو هؤلاء يحشون عن أنفسهم، هؤلاء رواة حديث. يعني ماذا؟ يعني هم يأخذون منا، لكن يعطون من هذه الأحاديث التي هم يأخذونها ويتعلمونها ويتفقهون بها ويقضون أعمارهم في
التبصر بها وتشخيصها يعطوكم الموقف تجاه الحوادث الواقعة. فلهذا الإنسان في أي موضوع من الموضوعات إذا هو كان يحتاج أن يثقف نفسه مرة بقدر كل الموضوعات هذه، يحتاج أن يشخص مرجعيته بقدر المضاعف، الرقم المضاعف لكل هذه الموارد. ليش؟ لأن هاي المرجعية هي راح تمثل الاتجاه، ما أقول البوصلة أقول القبلة، أحسن تعبير إسلامي، تمثل قبلته نحو الله عز وجل. كيف يعرف ماذا؟ كيف يعرف الحقائق؟ اليوم حديثنا مجرد تجربة تطبيقية، لأن هذا اللي أطرحه بخدمتكم، بخدمة سماحة الشيخ، هذا مو درس يمكن أن الإنسان يأخذ هذا الجرعة ويكفي، هذا فتح نافذة حتى طريقتنا في التعاطي مع الأمور، في النظرة للأمور تكون هكذا، ما تصير مبنية على أخذ شعارات في خطابات حماسية أو قراءة كتيبات باتجاهات معينة وبلغة معينة تأثر، لا، تصير منهجنا كيف نفهم الأمور، كيف نعرف الحقائق، نرجع إلى فقهائنا حتى يأذن الله بظهور المعصوم عجل الله تعالى فرجه. ومن أعظم يتم الغيبة هو أننا لا نجد المنبع والمعين الصافي المأمون الذي حدده الله سبحانه وتعالى لنا لكي نعرف الحق، ومن خلاله هذا. وإن كان بعض الحق الذي يظهره المعصوم يصير صعب، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بعض النفوس قد يكون لا تقبله فتبتلى، في بعض الناس يبتلون. إذن نأخذ بعض النماذج في الرواية من الشيعة. شوفوا سأحنا هذا مفهوم الشيعة، مفهوم قديم، النبي صلى الله عليه وآله في رواياته ذكر أنه علي وشيعته. زمان كان الواحد من يصير شيعة من شيعة علي في أول فترة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، تدرون شنو معناه؟ يعني يقف أمام كل الاتجاه العام. بعد هذا قد يتحول التشيع إلى انتماء، شوية شوية يستمر المخاض، انتماء شعبي، بعدين يصير مكون، بعدين فد مرة يصير حصة سياسية أو حكومية بالوظائف بالإمكانات بالعقود في دولة كسيحة هي بها 100 مشكلة وتريد تحسب نفسها على التشيع. احنا ما نقول أنه التجربة الحالية تشبه التجارب، التجارب السابقة كانت مريرة جدا، لكن التجربة الحالية مو مرضية، مو مرضية، ما تمثلنا تمثيل حقيقي. شنو هم الشيعة؟ خلينا نتعلم هذا نموذج في الرواية عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. خلاص تشخيص النقطة على السطر. البعض يصير عنده ميول مع الأعداء. أقرأ بعد: من سر مؤمنا فقد سرنا، يعني سره يسر مؤمن فقد، ومن أعان فقيرنا كان مكافأته على جدنا رسول الله، يعني هذا صار بالجو أيضا في ضمن نفس المفهوم. عن الرضا عليه السلام: من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله، شاء أم أبى، شاء أم أبى، صار بالصف المعادي خلص. قل لا هذول كذا عدهم بأشياء إيجابية، ما يخالف أنت أخذ الإيجاب بس لا تصير منتمي إلهم، إيجابيات أخذ، نحن حتى عندنا خذ الحكمة ولو من كذا بنصوص متعددة تعرفونها، أطلب العلم ولو في الصين عادي، لكن مو تبعية ذيلية ماكو. من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله،
ومن عادى أولياء الله خلي يعرف شنو وش قاعد يسوي، فقد عاد الله تبارك وتعالى، وحق على الله عز وجل أن يدخله في نار جهنم بصراحة ناصح. من حذرك كمن بشرك، ماكو داعي واحد يتوتر يقول شنو هذا التهديد، لغة تهديدية، هاي لغة نصيحة. ثم هو من ينحرف أفضل طريقة لمن يحب أن يريد يرجع على الصواب أن يهدده، يقول احذر هاي سيارة جاية لا تعبر، يصيح بي ليش؟ يهدده يخوفه حتى ماذا؟ حتى يستقيم، حتى يحفظه، ولا يتركه. شنو الإهمال؟ هو أسوأ النتائج. زين، البعض في هذا الجو نفسه، هي الروايات متعددة بس هي فيما بينها نسيج، يقول زين العقل شنو؟ احنا نمشي على عقولنا، هو القرآن يدعو للعقل، احنا نمشي على عقولنا، يقول هذا حلال هذا حرام كذا، يقول انا شو هذه ما مستوعبها. ليه الى متى ما يصير اعادة نظر بهذه الفتوى؟ هذه صعبة، احنا قاعد نعاني من عدم عقلي ما يشيلها. مو شي هذا، سامعين هذا الكلام لولا؟ عندنا احد كبار المفكرين في عصر الامام الرضا اجا كلمه كلمتين انبهر. ايش قال له؟ قال له ما الحجة على الخلق اليوم؟ ايام ترجمات ودخول الفلسفات الى المجتمع الاسلامي، والامام الرضا حواراته في البلاط تمثل حوارات عالمية، لأن كبار المفكرين في العالم بدأوا، ولو تقرون كتاب عيون أخبار الرضا وأمثاله تشوفون أعاجيب إذا واحد يدرسها بعد فهم عصرها. هذا رجل سأل الإمام سؤال مختصر، الحجة يعني هو المنهج إلى الله، الطريق اللي الله يحتج علينا به، ما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال عليه السلام العقل يعرف به الصادق على الله، أو يعرف به الصادق على الله فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه. يعني العقل وحده لا يكفي، العقل حتى يعرف الصادق على الله. يعني العقل إذا يراجع نفسه يقيم نفسه يشوف قدرته على إدراك التفاصيل محدودة، فمن يريد يقحم نفسه في غير ما هو مطلع عليه، يعني وضع نفسه في غير موضعها. يعني العقل يأبى لنفسه أن يتصرف بطريقة غير عقلانية، ويغضب العقل ويثور إن كانت عنده ثورة إذا استغل اسمه للباطل وللضلال. العقل شنو دوره الأساسي؟ أن يعرفني الحجة، يعرفني من هو ينطق عن الله، يعني يعرفني رسول الله، يعرفني الأئمة من بعده، يعرفني الحجة التي تكون في زمان غيبتهم، ثم يخليني بيد أمينة ويطمئن علي. مثل ما أي واحد عاقل حريص إذا استشار أخوه صديقه أو ابنه أو بنته يردون طبيب يقول أنا ما أعرف، أسأل لك منو أفضل طبيب، يسأل الأطباء منو أفضل طبيب، مو يسأل المرضى، يعني المرضى ما يعرفون، مو اختصاصهم، الأطباء يسألهم منو أفضل طبيب، ذولاك على الخبرة، من يشخص منو أفضل طبيب يقول تعال روح لهذا الطبيب، أنا حجزت لك عنده روح يمه. إيش صار العقل؟ شنو صار دوره؟ صار دوره أنه هو يوصلني للحجة، مو العقل بديل عن الحجة. ابن السكيت قال هذا والله هو الجواب، هذا علامة، هذا مو واحد عادي، هذا الرجل كان هو مؤدب أبناء أحد حكام بغداد باسم الخلافة الباطلة، خلافة رسول الله، خلافة باطلة. ففي يوم ما سأله قال له أيهما أفضل، ولدي هذين أو الحسن والحسين؟ هذا الرجل بعد لم يطق صبرا، بعض الروايات تقول أنه مدح الحسنين وسكت، وهذا هم أغضب الخليفة بين قوسين،
بعض الروايات تقول قال له لا، أنه قنبر أفضل منك ومن ولدك. فالموقف تجاه هذه الرؤية الفكرية شنو كانت؟ أمر غلمانه الأتراك اللي هم كانوا هم يمثلون البطانة للحكم بأن يخرجوا لسانه من قفاه، يعني من ظهره، أخرجوا لسانه إلى أن مات. هذا اللسان الذي يقول كلمة حق في تلك العصور، في عصور الأئمة، كان هذا الموقف سلسل. وهذا مفكر صاحب كتب يعتبر من يعني من علماء اللغة والأدب والفكر في تاريخ الأمة، ولحد اليوم كتبه موجودة وتمثل مصادر في البحث الأدبي والفكري. لكن هذا كان الموقف من عنده. هذا العلام من يسأل الإمام الرضا باختصار هو يميز شنو بعدين تعليقه؟ هذا والله هو الجواب، يعني قرأ ما بين السطور، فهم الموضوع تماما إلى آخر المطاف. أرجو أن لا أكون أطلت. بعد التشيع، سأحنا راح نبقى بهذا المثال، التشيع بمحبة لأهل البيت، علم لأولادهم ينتمون إلى رسول الله. البعض يحسب القضية بس مجرد محبة للأولاد. أكو حكي الشيخ قد ما يقدر يحكي، أنا أحكي لأنه أنا من النسب الشريف. شوفوا الإمام شلون ينتقد أبناء هذا النسب، والقضية كل شيء بميزان، ماكو إفراط للأخير بشيء. احترام أولاد رسول الله لأنهم أولاد رسول الله حسن، لكن إلى سقف. ذولا مو هم يمثلون الشرعية، الولد ما يمثل الشرعية، ماكو توريث، وإنما أكو تنصيب من الله. أخو الإمام الرضا عليه السلام، يعني أخو السيدة فاطمة معصومة، اسمه زيد. السيدة فاطمة مش قد لها مقام، هاي مو إمام، بس لها مقام عظيم عند الله، ومن زارها كذا الجنة وإلى آخره، تذكرون رواياتها. هذا هم أخو الإمام. هذا أكو جماعة من الناس عندهم هوى معه، تبعوا كرموا قدروا احترموا كرامة لأبيه الإمام الكاظم سجين بغداد المظلوم القتيل، هذا إمام الرافض، هذا كله تمثل خزين معنوي. وين طبقوا؟ طبقوا مع ابنه. غرت الأمور، تحرك، ثار في منطقة. أول ممارسة سواها شنو؟ بدأ يحرق بيوت العباسيين. سامو العباسيين هم هواية أهل البيت عندهم ثارات معهم، بدأ يحرق بيوت العباسيين. ما هي إلا فترة وجيزة تمكنوا من القاء القبض عليه، جابوا للمأمون. مأمون هم هو كان بصدد إكرام الإمام الرضا، لأن عنده حاجة سياسية مع الإمام الرضا، وهذا موضوع طويل. فقال اذهبوا به إلى أبي الحسن. فيقول ياسر، لعله هو هذا ياسر الخادم، فلما أدخل عليه فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا زيد، أغرك قوله؟ كلمة شديدة، بس الإمام بين غضبان جدا، وهو حتى مع الغضب يقول الواقع بناء على صدور الرواية: أغرك قول سفلة أهل الكوفة، طبقة السفلى من أهل الكوفة اللي يأخذون شعار وينسون تطبيقاته، هذا الجو ما كل عام، الجو العام. أغرك قول سفلة أهل الكوفة إن فاطمة عليها السلام أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، ذلك للحسن والحسين خاصة. يعني ما قال أصل الكلام مو وارد عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أهل البيت، لكن يقول حدد أعرف مصادقه، مو بناءك أنت من صرت من هذا النسل، يعني صرت في مأمن وخلص. بعد إن كنت ترى أنك تعصي الله عز وجل وتدخل الجنة، وموسى بن جعفر عليهما السلام أطاع الله ودخل الجنة، فأنت أكرم على الله عز وجل من موسى بن جعفر عليهما السلام، لأن ذاك يطيع ويدخل، أنت عاصي وتدخل الجنة، معناه أنت أكرم. أنت عندك شي منطق يا زيد؟ شوفوا الرد الشديد. ثم بعد ذلك
والله والله ما ينال أحد ما عند الله عز وجل إلا بطاعة، وزعمت أنك تناله بمعصيته فبئس ما زعمت. فقال له زيد، شوفوا موقف زيد بمن يتمترس، شوفوا طبقوا على الواقع، افتهموا واقعنا زين. فقال له زيد: أنا أخوك وابن أبيك. شنو هو شعار؟ أنا أخوك وابن أبيك، يعني شنو؟ يعني احنا أنا وياك نفس النسب، أنا وياك مرتبة واحدة. فما جاوب على المفاهيم القرآنية اللي يطرحها والمفاهيم العقلية المنطقية اللي يطرحها الإمام الرضا، قل أنا أخوك وابن أبيك. فالإمام، فقال أبو الحسن عليه السلام: أنت أخي ما أطعت الله عز وجل، إن نوحا عليه السلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذا الموازين، شوفوا هذا القرآن من يجي طبق في موضعه. فأخرجه الله عز وجل من أن يكون من أهله بمعصيته. وتذكر بعض النصوص أن الإمام لم يكلم زيد إلى أن مات. زيد أخوه، اسمه زيد النار. أختم بانتظار الفرج. سئل عليه السلام، يقول الحسن بن الجهم: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الفرج، فقال: أولست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ صن أنت من تكون على جادة الانتظار، يعني أنت صرت ماذا؟ أنت صرت بالفرج نفسه، حققت الفرج، ارتبطت بإمامك. أنت من تؤمن بالإمام إيمان حقيقي وتحبس نفسك عليه ولا تندفع، واقعا تنتظر الإمام وتكون بتمام الاستعداد والتهيؤ لنصرته وإطاعته، أنت صرت ماذا؟ أنت صرت على الجاد. بعض الناس كانوا مع رسول الله، ورسول الله أعظم من الحجة بن الحسن، هو سيده صحيح، لكنهم لم يطيعوا رسول الله، سماهم الله في كتابه المنافقين صحيح. فإذا شنو هو؟ احنا نريد بس نشوفه، نريد نكون معه، لو لا نريد نكون معه حقيقة مو معه ظاهرا شكلا. إذا وين هو الفرج؟ أولست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ قلت: لا أدري إلا أن تعلمني. فقال: نعم، انتظار الفرج من الفرج. وفي الرواية أن الإمام عليه السلام قال: لا دين لمن لا ورع له. الدين عملان، الإنسان يصير عنده تورع عن محارم الله. ولا إيمان لمن لا تقية له. تقية من معالم الدين الأساسية، بدونها الإنسان ما يكون مؤمن لأهل البيت. إذا واحد يريد يهمش التقية ما يأخذها بنظر الاعتبار، يلغيها، يعتبرها مرحلية وأنه فقط في فترة معينة وما أشبه ذلك، كما توجد هنا وهناك كلمات من هذا القبيل. لا إيمان لمن لا تقية له. أحمد، صلوا على محمد وعلى محمد. اللي كان يريد يدعي النبوة في تلك الفترة بدون أن تتوفر العلامات مالت النبوة، النبي هم كان له علامات وكان يبحث عنها، وسلمان اجي افتر الدنيا حتى يوصل إلى العلامات وحتى يعرف رسول الله بشكل مباشر صحيح. قبل العلامات لو واحد يريد يدعي النبوة شو يصير؟ ضلال في ضلال. احنا اليوم عندنا حالة مشابهة، عندنا علامات. من اللي بينها لنا؟ المعصومون، معصومون بينوها لنا. شلون هناك الكتب السابقة كانت تبين، تجعلنا ننتظر، كانت تلك الأجيال تنتظر ظهور رسول الله وبعثته وولادته. هذه العلامات تقول هو غائب، وأنه هذه الرواية تقول هو غائب وهذه علاماته.
إذن أي اندفاع نحو استعجال بالتوقيت ولو بصيغ معينة. مع الأسف البعض قمنا نحكي توقيت ما يجوز كذا، صاروا يتحدثون بالتوقيت بس بلغة غير مباشرة. يا جماعة مو هذه مفاهيم أهل البيت مسلمين، كن نسلم لهم صلوات الله عليه. أي ادعاء ارتباط بالإمام مرفوض، أي أوهام في هذا المجال هو غائب مرفوض، إلى أن يظهر، إلى أن يظهر تكون هناك الحج. حج الآن في عصر الغيبة من؟ كما ذكرت آنفا، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. من ادعى الرؤية فكذبوه، على الأقل المراد منها ماذا؟ ادعى الرؤية بمعنى أنه يحمل عنا معالم الدين، هذا على أقل التقادير، بحيث هو اللي يأخذ من عنده. إذن الأمور محددة ومقننة عندنا بشكل منضبط. على أي حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه، أن يسهل مخرجه، أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه، أن يهدينا به إلى الحق، إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه هو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم، وأن يتقبل أعمالكم، وأن يسركم في الدنيا والآخرة بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. جزيلا لكم، لا ينقضي شكري لكلماتكم. وأنبه بناتي إلى أن سماحة السيد واضح كان معتنيا بالكلمات والأفكار، فعليكن مراجعة هذا الحديث مع ما بين السطور ككثير منا معاشر الطلبة في النجف، نتكلم وهناك قضايا واضحة مباشرة وهناك قضايا بين السطور، وهذا ما علمناه. احنا اخذنا لقطة، احنا ما نعرف النتائج والعواقب، اخذنا لقطة من علاقة زيد مع الإمام في موقف الإمام منا في هذه الرواية. طبعا بناتي احنا لسنا متخصصين بالانساب ولسنا متخصصين بالمراقد، هاي قضية ان فلان مكان تحتاج الى تخصصين اساسيين، تخصص بالانساب وتخصص بالمراقد، فلذلك سماحته حينما يقول لا اعلم، ولان يعني مو الدراسة اللي احنا دارسيها. الله يرعاكم ويحفظكم. شكرا. ماذا نفعل لو ضاع علينا الكذب من الصدق؟ نلتزم بالصدق. دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وإذا التزمنا وشككنا بشيء أنه ليس صدقا، مو معنى نتهم أنه كذب أو نصرح دائما بشكوك نتيجه، نتحفظ. اليوم أصلا هو هاي ثورة المعلومات اللي عندنا، ويا هذا ثورة الاتصالات اللي البشرية ما سابق عندها، المعلومات اللي نشوفها أكثرها احنا ما ندري بها صحيحة لولا، لكن يكفينا أنه بعض الحقائق هي تكفي للإنسان كي يستقيم. في بعض الأحيان نسألهم عن مفهوم المرجعية ويكون الوقت قليل، لا يكفي للشرح تعريف مختصر للمرجعية وحديث وآية على التخلف. مرجعية يعني من يكون الرجوع إليه مبرئا للذمة أمام الله عز وجل، اللي هو الفقيه التقي. وإذا اختلف وتعدد الفقهاء واختلفت اجتهاداتهم فلا أعلم، معرفة الأعلم ومعرفة الفقيه تكون بالرجوع إلى علماء الحوزة الموثوقين، وليس إلى الشعارات والادعاءات والتحديات وما إلى ذلك. مثل ما قلنا الطبيب، إلما نريد نسأل نعرف الطبيب الزين نرجع للأطباء نسألهم. صحيح. آية ورواية خدمتكم، هذا هنا بعد اختصاصنا لازم نحكي.
الآية قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية أسست الحوزة العلمية، تعلموا كيف شلون الفقهاء يصيرون يأتون يتعلمون الفقه من مراكز العلم اللي في ذاك العصر كان في المدينة المنورة. ثم ماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يرجعون من رجع. هذه الآية. الرواية ذكرت فيما سبق الرواية، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ما هي التقية وكيف نكون من أهل التقية في زمن الغيبة؟ التقية لها مراتب، واحدة منهن أن الإنسان يتقي الضرر، واحدة من عدهن أن يصير تعامله مع الآخر تعامل إيجابي حتى لو كان الآخر سيئا. من سمات خلقي أهل البيت وشيعتهم أنهم إيجابيون في التعامل مع الآخر، مع أنهم أهل التولي والتبري. التولي والتبري هوية في قرارة نفس الإنسان، يعرف يعني بعبارة موجزة. الآن أي شخصية تمثل القمة في الدبلوماسية، هالشوي أوضح الشيخ نسمحه لأخذ وقت، من واحد يمثل قمة بالدبلوماسية شي يصير؟ يصير وزير خارجية، صحيح لولا وزير الخارجية ايش قد يصير؟ المفروض يصير دبلوماسي يتعامل مع الآخرين بإيجابية، صحيح لولا؟ لكن شنو يصير؟ عنده تراجع في التزامه بمبادئه وسيادته وخصوصياته لولا؟ كل واحد